أهلا ومرحبا بكم في قناتكم طارق صافانا. أنا جزائري مقيم هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى لكم إن شاء الله الخير والصحة والعافية ورمضان كريم إن شاء الله، التوبة والمغفرة وكثرنا من الدعاء والصلاة. اليوم حبيت نشارك معكم هذا الفيديو في موضوع تاع كوفيد 19. فكوفيد 19 هذا يعني وباء أو جائحة منذ ديسمبر، تجتاح العالم منذ ديسمبر 2019 إلى يومنا هذا. اليوم رانا 27 أفريل 2020. فأدت هذه الجائحة وهذا الوباء قتل كثير من الناس والإصابات. ويعني فقط حبيت نقول لكم باللي يعني أي واحد يكون عنده لي سيمبتوم أو عنده الأعراض تاع هذا الفيروس، هذا الوباء أو هذه الجائحة، الأعراض هي على كل حال ارتفاع درجة الحرارة، يعني الدوخة، فقدان الشهية، فقدان يعني حاسة الشم وحاسة الذوق، آلام في البطن، انخفاض في الوزن، وأعراض أخرى. فمن المستحسن أن لا يأخذ أي دواء فيه الإيبوبروفين، لأنه الإيبوبروفين هذا مثلا هذا اللي هنا هذا فيه الإيبوبروفين، هذا ماشي مليح، هذا ليس يعني جيد لي أثناء يعني يكون عندك السيمبتوم كلهم ولا واحدة فيهم ولا واحد فيهم. وعلاش؟ لأنه هذا يساعد، هذا يزيد من الـ IC2. IC2 معناها الـ ACE2. هذا عبارة عن، هذا يساعد الفيروس باش يدخل في الخلايا تاع الدم وفي الخلايا تاع يعني الموجوده في الرئتين، على حسب المعلومات وعلى حسب الدراسات. هذه معلومات ما جبتهاش انا من راسي، انا درت بحث وقريت عليها وبحثت باش نوصل لكم الفكره. انا لست بطبيب ولا ميكانيكي ولا سياسي ولا اي شيء، انا نحاول نعاونكم بالتي هي احسن ونوصل لكم الفكره. ممكن راح تشوفوها في فيديوهات اخرى ولا ممكن تسقسوا عليها. دونك من المستحسن تشدوا هذا تايلينول، هذا مليح. مثلا واحد يكون عنده الدوخة ولا عنده برودة ولا حرارة، يعني يأخذ هذا. هذا فيه الأسيتامينوفان، الأسيتامينوفان هذا هو أحسن بالنسبة لواحد يكون عنده ولا يحس بلي عنده الأعراض تاع الفيروس، خير من حاجة اللي فيها الإيبوبروفين. كذلك لقد كما شفتوا في العنوان تاع هذا الفيديو ولا في الصوره، قلت باللي يعني خلاص وقت في كورونا فيروس يعني انتهى. كاين واحد المؤشرات اللي تخلينا نعرفوا باللي انتهى هذا الفيروس. من بين هذه المؤشرات هي ارتفاع درجه الحراره، يعني درجه الحراره اللي زادت فوق 35 درجه فالفيروسات كلها لا تعيش، يعني تعيش فقط دقيقه ونصف على حسب الخبراء والعلماء والباحثين. كذلك اذا لاحظتوا بعض الدول بدأت تفتح يعني المجال الاقتصادي مثل أمريكا، وكذلك مثل هنا ولاية جورجيا فتحت ورام يتحدثوا بلي راح يفتحوا بعض البلدان مثل ألمانيا وفرنسا راح يفتحوا مقاعد، يعني يرجعوا التلاميذ والطلبة إلى مقاعد دراسة، راح تعود ترجع البطولات الدولية أو الوطنية لكرة القدم. كذلك بعض الدول قلصت من مدة الحجر الصحي، بعض الدول خلات الناس تعاود تمارس التجارة تاعها، بعض العمال عاودوا ورجعوا الخدمة، يعني فيها يعني أمال وفيها إن شاء الله فرح كبير وخير كبير إن شاء الله. والحاجة المهمة في هذا الموضوع أنه أنتم تعرفوا باللي كان فيها مؤتمر عقد يعني الأسبوع الماضي نظل بالأربعاء، أنه اجتمع فيه يعني ممثلين تاع وزارة الصحة الفرنسية والأمريكية والبريطانية والألمانية والأسترالية الله أعلم، مع الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية الإثيوبي، وتفهموا وخرجوا بنتيجة باللي راح يتعاونوا للقضاء على هذا الفيروس. ومن بعد يوم الخميس، يعني يوم الخميس، صرح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، وش قال؟ قال أنه بدأ الفريق الطبي
الذي قال أنه سوف هذا فريق طبي ينتجون اللقاح في شهر سبتمبر، كما قلت أنا في الفيديو السابقة، حكيت في واحد فيديو وقلت لكم باللي راح يديروا لقاحات أستراليا وبريطانيا جامعة أوكسفورد إلى، ولكن يوم في سبتمبر الشهر التاسع من هذا السنة، ولكن قرروا أنهم سوف ينتجون اللقاح يعني ممكن يعني نقول لكم أنا باللي خلاص راهم بدأوا يجربوا اللقاح على البشر، خلاص يعني بدأت تجربة اللقاح الذي كان من المفروض أن يجربونه يعني ويخرج نقولوا هنا للماركت في سبتمبر، خلاص بدأوا يجربوه على البشر. لماذا كل هذا الشيء ولماذا تغير هذا التاريخ؟ لأن وزير الصحة قال أنه تم دعم هذا الفريق بعشرين مليون جنيه استرليني. الفريق هذا اللي راح يختص والباحثين اللي راح يختص في تجربة اللقاح واللي بدأ يجرب هذا اللقاح كما راني نقول هذا الأسبوع راح يدعموه بعشرين مليون جنيه استرليني، لأن المشكل كان هو مشكل الدعم وعدم وجود الأموال هو اللي خلى هذا التجارب وهذا البحوث تنقص ولا تجمد، هذا ما كان. وكذلك تخلى العالم عن الأنانية، عالم كان فيه أنانية وصراع وحقد وعدوانية، فتخلى على كل هذه الأمور لصالح البشرية. دونك هذو هما المعلومات اللي نعرفهم أنا، والله أعلم وإن شاء الله فيها خير. المهم ابقوا في دياركم حتى يفتح ربي إن شاء الله. stay home غيستي شيفو، الخير في ما اختاره الله لنا. رمضان المبارك، تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.